السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. الروتين النهاردة ان شاء الله هيكون عشان استقبال السنة الدراسية او الترم الثاني تحديدا، يعني الترم الثاني من السنة الدراسية 2020. ان شاء الله يبقى ترم سعيد علينا وعليكم، وربنا يوفق اولادنا ويقدم لهم اللي فيه الخير يا رب، وينفعهم بما علمهم. النهاردة ان شاء الله هنشارك روتين تحفيزي تشجيعي جميل جدا. بتمنى منكم يا بنات لو استفدتي من الفيديو تدوسيلي على لايك وتسيبي لي كومنت حلو. صباحكم زي الفل. هنشرب ان شاء الله كده نسكافيه وخدت سندوتش كده صغير عشان يدينا طاقة ونقدر نتحرك ونتنشط ونشوف اللي ورانا. الموجود عندي النسكافيه اللي هو سريع الذوبان، وكمان الكريمر اللي هو مبيض للنسكافيه، فبتحطيهم كده على بعض، ممكن تخلطيهم وتعينيه كده مخلوط، وبحط سكر كده بسيط ويبقى حاجة دافية برضو تدفينا وتدينا طاقة مع السندوتش. وخلصنا وتعالوا بقى ندخل على طول ونشوف اللي ورانا. طبعا يا جماعة الشمس طلع، هو اي نعم في شوية هوا لكن الشمس حلوة وجميلة، فعايزين بقى نشمس حاجتنا من بطاطين ومن فرش ونعمل تنظيفة كويسة عشان نبقى رايقين وفايقين لأولادنا كده في بداية الترم الثاني، ونكونش متعصبين ولا متوترين وعندنا ضغط وشغل وحاجات، نفوق لهم شوية يعني، على الأقل يبقى أول أسبوع أسبوعين يبقى متظبطين كده، ويكونش ورانا حاجة غير إن احنا نشوف راحتهم وسعادتهم. عندي طبعا البلكونات مسحتها الأول، ما عملتش الخطوة دي معاكم عشان عملتها قبل كده كتير. مسحت البلكونات وطلعت عندي البطاطين، وكان عندي الغسيل خلاص، الغسالة خلصت فنشرت الغسيل، والحاجات الرفيع دي بقوم حطاها على ثبت الغسيل بحيث ما ببقاش فيه فاضي لها مشابك او ملاش مكان، فبتنشف برضو لانها بتبقى متفردة. كل جيراننا وحبيبنا برضو مشمسين ومظبطين حاجات كده بتشجع حواليكي، ومنظر الخضرة الجميل الروعة اللي بيريحك نفسيا كده لما الواحد بيشوفه. بدأت بقى امسك الشنط بتاعت اولادي عشان عايزه اغسلها غسله كويسه عشان يروح بقى كده نضيفه الترم التاني، لان احنا طبعا عندنا في اتربه وكده، فهم ساعات بيحطوها على الارض هناك بتتبهدل منهم، وفي تعرفين بوايا مثلا ساعات اكل من جوه او بسكوت ورقه اي حاجه مهريه في الشنطه. شلت منها كل الكتب لان في كتب طبعا هناخدها في الترم التاني، يعني في كتب هما هيستخدموها في الترم التاني كمان. فبدأت ان انا اطلع كل حاجة موجودة في الشنطة ونظفتها برضو من اي فرافيت او هري موجودة فيها، وعشان اخدها على الغسيل على طول. طبعا انا هغسلهم في الغسالة، انا بحب ان انا ما اجي اشتري اي نوع شنط بتاعت اولادي بشوف الحاجة اللي تنفع على الغسيل عشان تبقى مريحة وتنضف معاكي اكتر. لو انت الشنطة مش هينفع معاكي في الغسالة هتغسليها عادي بالفرشة واي مسحوق، وتغسلها كويس تشطفيها في بانيو او في طبق واسع وهتنشف برضو معاكي، بس انا هغسل كله في الغسالة. المسحوق يا جماعة اللي انا هستخدمه لهم يكون مسحوق جل عشان ما يسيبش اي ترسبات واي بقع موجودة فيه. وشغلت دورة الغسيل لهم بما اني خلاص انا مخلصة يعني غسيل الهدوم وكده، فقلت احط لهم بقى دورة الشنط بحيث تنضف وتخلص ونشرها وتنشف الكام يوم اللي باقيين. بقينا يومين ثلاثة لان المدارس عندنا في مصر هنا هتفتح يوم الحد تقريبا هيبقى 10 صح، لان النهاردة 6/2 تمام، فحوالي 10/2/2020 هيبقى يوم الحد، فمعانا يومين هينشفوا ان شاء الله، غير ان الغسالة طبعا بتعصرهم كويس، فانا تاني يوم على طول هشيلهم باذن الله هيكونوا نشفوا معانا. الغسالة تغسل كويس جدا بحيث كل مكان فيها، وعلى فكرة انا مفتحة السوست يا جماعة، يعني انا مفتحة السوست وهي بتتغسل مش قافلاها، بحيث برضو المية بالمسحوق تدخل في كل مكان فيها وتنضف كويس، وبيسيب كمان ريحة عطرية حلوة فيها. شايفين وهي بتلف عادي خالص، مفيش اي غلط على الغسالة. للناس اللي هتسأل هتقول لي غلط على الغسالة ومش غلط، لا مفيش اي غلط ولا حاجة. وبعد كده خدتهم لما طلعوا ونشرتهم على طول، وبوريكم كمان ان انا مشبكهم بالمشابك عادي خالص. طبعا انا نشرت في الناحية دي اللي ما فيهاش هدوم، الحمد لله عندي بلكونات كتيرة يعني ممكن انشر حاجات كتيرة، وسايبه السوست مفتوحه زي ما احنا شايفين عشان برضو تنشف من الداخل لو في اي ميه داخله جواها، بس هي معصوره كويس ان شاء الله ما فيش شويه وهتبقى ناشفه على طول. جيت هنا بقى طبعا للصاله، عندي الصاله عايزه تتنضف تنظيفه كويسه من الاعماق، فبدات اشيل حافظات السجاده اتبهدلت خالص، انا هشيلها انضفها وهتتغسل، بس هركنهم دلوقتي مش هغسلهم النهارده بصراحه لان في حاجات تانية ورايا، فعشان ما البكش نفسي انا نفضهم من الاتربه اللي موجودين فيها لان الاولاد مليانها يعني بهدله خالص، فهشيلهم اركنهم دلوقتي وابقى اغسلهم وانقحهم
يعني بالليل او بكره يعني على حسب، بس مش هعملهم معاكم دلوقتي في الفيديو. وبدات اشيل كمان السجاد من تحت الفرش ونفضته كويس وطلعته يتهوى ويشمس لما اخلص. طبعا انا برضو مش هحط السجاد ده، برضو هغير فيه، انا عندي فرشه تانية تغيير يعني مركونه نظيفه، فطبعا هحطها عشان تبقى برضو فيه شويه من التغيير واستقبال سنه جديده. بدات ان انا اكنس الاول لاني بنطلع كويس حاجات لعب ورق واتربه وحاجات حلوه يعني، فبلم الاول كده الاتربه بالجاروف قبل ما نمسح عشان ما نطينش الدنيا. لو وصلتي معايا هنا للفيديو واستفدتي ما تنسينيش في اللايك، بالله عليكي دوسي على لايك عشان ده بيشجعني ويحمسني ان احنا نعمل فيديوهات من دي كتير. تمام، هنا فتحت الشباك عندي بتاع الصاله اللي على الشارع وخرجت برضو في اللي هو السجاده الصغيره بالمشايه كده يتهوى الناحيه دي عشان طلعت الحفاظات والسجاد الناحيه الثانيه، وبرضو سايبه الشباك يغير بقى الهواء الموجود وتغيير الهواء المكان ويدخل لي هواء جديد وبينشف برضو لما امسح وكده. يعني بصوا انا اخدت اللقطه دي معاكم، يعني انا شايله الحاجه وبنضف وامسح، واولادي بيعملوا لي ايه، جابت الكوبايات ورصتهم في الصاله بالشكل ده وبصراحه عامله شكل حلو، ومغرمين قوي هما بالاكواب الورقيه دي وبيلعبوا بها كتير، كل شويه يقولوا عملنا بها تحدي ما بينهم كده بنهزر نلعب يعني لما يخلصوا مثلا اللي وراهم واجبات وكده، فبلعب معاهم فيها. فبدل ما اعمل اقول لهم انتوا بدل ما تساعدوني ونخلص الحاجه بتلعبوا بتبهدلوا اللي انا بعمله. بدات هنا بقى عشان قلت امسح ولمع الارضيه عشان انشفها على طول. جبت عندي الجردل بتاع المسيح، النهارده استخدم كلوريكس اللي هو 5 في 1، ده بصراحه كنت جايباه عرض مع كلوريكس تاني اللي هو الكلوريكس الالوان ابيض والوان، وده كان معمول عرض كان حوالي بحاجه 40 جنيه من هايبر، بس كان عرض كويس يعني. فبحط غطا واحد كده منه في الجردل وبحط برضو كلوريكس اللي هو ابيض. الكلوريكس ده حلو قوي فيه نقع الشرشوبه يا جماعه، بيخليها لك بيضه يعني بدل ما هي مبهدله لو نقعتها في شويه مسحوق بودر مع الكلوريكس الابيض ده، اي كلور يعني كلور او كلوريكس تحطيه معاها في الشرشوبه وتنقعها كده يوم بيخلي لك الشرشوبه بيضه زي الفل زي البفته. الناس كتير سالتني الجردل ده كويس ولا عامل ايه، الحمد لله ما شاء الله تحفه 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 حلو جدا. طبعا كنت عامله عنه ريفيو داخل في سنه اهو، لكن هو ما شاء الله كويس جدا وله شرشوبتين يعني غيرين وبغسلهم في الغساله يا جماعه، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عن اللي بغسلها عشان كانت بتقولي ازاي بتغسليها فيها الشرشوبه دي، عادي ممكن بنقعهم نقع يعني في الغساله مع الفوط المطبخ واي حاجات من اللي بستخدمها في التنظيف بخليهم كده دوره بفضلوا معايا جداد وزي الفل. بصوا الحاجات اللي بمسح بيها دي مش اساسيه عندي، يعني لو انتم اللي متابعيني قبل كده الموجود عندي بستخدمه، فانت ما تتقيديش بحاجه، اي حاجه موجوده عندك حطيها تطهر الارضيه او المكان وحاجه تديكي ريحه في المكان. تمام، يعني ممكن يعني متغيره كتير يعني ما بخليش مش متقيده بحاجه في المسح يعني. بدات كده بله وتنشيفه، طبعا انا مش متملكه كويس لكن هي بتبقى سريعه على فكره وسهله في المسح، بس انا عشان الكاميرا قدامي وكده مش عارفه اتحرك كويس، لكن بخلي البلالان فيها يبقى مليان في الاول، بعد كده بعصرها جامد وانشفها بتنشف لي المكان وحلوه وسريعه كده بتجري وراها كده. والجردل طبعا بعجل فمش متعب يعني للدرجه، وفي الاخر بعصرها كويس وتتغسل وتنشف تبقى زي الفل. تمام، مسحت الصاله كلها بالمكان اللي فيه الاجهزه الكمبيوتر وكده، خلصتها كويس، وهي الحمد لله زي ما بقول لكم فاتحه باب الشقه مع الشباك الكبير بتاع الصاله برضو، فعاملين تيار هوا مع بعض، المكان نشف على طول، ما احتجتش ان انا انشف بفوطه او غيره، لكن انت لو المكان مقفول وعايزه تهوى بسرعه فممكن تجيبي فوطه تنشفي بيها هتسهل عليكي وهتنشف بسرعه. بعد كده جيت طبعا هفرش دلوقتي، فطلعت السجاده زي ما قلت لكم دي سجاده كبيره من عينه نظيفه يعني، فقلت احطها بحطها مع سجاده صغيره بتبقى حلوه في الصاله برضو على قد الصاله، لاني زي ما قلت لكم مش هحط الفرش اللي كان محطوط، هحاول اغيره، هي دي بس بتضايقني في وقت الغسيل، لكن هي بقى لها فتره قلت اطلعها برضو تتهوى. هي فيها تانيات، التانيات دي مع بس الدهوسه او ممكن تقلبيها على وشها، انا بعد كده هقوم قلباها على وشها وانتي راحه وجايه انت واولادك كده، فبيتفك التانيات دي على طول يعني، ما تقلقيش لو عندك حاجه مركونه زي كده التانيات دي بتفك بسرعه يعني. هي ما شاء الله مساحتها كبيره يعني، السجاده دي كبيره هتغطيها كل المكان، ما بتحتاجش غير واحده صغيره معاها الناحيه الثانيه وخلاص. دي كنت جايباها من مع جهازي في الاول للانتريه بتاعي، كان برضو نبيتي في بيج ومسطره كان ماشي معايا يعني، فبخليها غيار يعني مع واحده تانية.
بالنسبة للصالة كده خلاص تمام، وقفلت الشباك وحطيت الستاير وفرشت كده السجاد، الحمد لله خلصنا من حاجة. طبعا حاجات برضو لمعتها وكده، بس كنت عايزة اخلص بسرعة بصراحة، ففي بعض اللقطات ما اتصورتش معاكم. ودخلت بعد كده على الغرف، هنا هفرش السرير الكبير، هفرش له الدفاية دي. الدفاية دي يا جماعة هي مفصلاها تفصيل، يعني مش جاهزة، عندنا واحدة بتخيط الملايات والدفايات والحاجات دي، فخليتها فصلت لي واحد للسرير الكبير، عملت لي الملاية الكبيرة دي ومخدة كبيرة وخدة دقيقتين تمام. بس انا خليتها عملت لي كمان مخدة، بس ما طلعش من نفس اللون. المخدة ما تضحكوش عليها بقى ان هي فيها شراشيب حمراء كده في الحرف، عاملة زي بتاعت زمان. لكن انا عشان مخدتي طويلة شوية ما بحبش تكون قصيرة او باينة هنا الجزء ده والجزء ده، فخليتها تحطي لي اي لون موجود. قالت لي ما فيش غير اللون ده موجود، قلت لها مش مشكلة، بس اهم حاجة يتطول بيه شوية، فما تضحكوش على شراشيب المخدة بتاعتي لو سمحتوا. حطيتها، ودي الخدة دقيقتين. طبعا هتسألوني مثلا التفصيل بكام، دي دفايات سرير للشتا طبعا، مخدتين وخدة دقيقتين وملاية سرير كبير، التكلفة كلها بالتفصيل 300 جنيه. ده بالنسبة هنا الأماكن عندنا أو أسعارنا هنا. هو بصراحة شكله حلو كده، ما بتفرش على بعضه، حاجة فريحة كده، اللون الأحمر ده مع البيج مع الورود والقلوب، حاجة تغييره حاجة حلوة بصراحة، بيدفي قوي. طبعا دفايات انتوا عارفينها وعارفين القماش بتاعها من نوع الناعم، اللي هو قطيفة ناعمة كويسة مش التقيلة قوي. يعني انا برضو انا بشتري كان في نوع تقيل قوي، التقيل قوي ده عامل زي المفارش، فده هيضايقني في الغسيل، فانا كنت بختار الحاجة العملية اللي هتبقى خفيفة برضو في الغسيل معايا، فانا اخترت النوع اللي هو بيدفي وعاطفته خفيفه الى حد ما، ما تبقاش تقيله رزعه عامله زي المفارش التقيله، بحيث ان انا ده كده غيار اسبوعي اشيله واغيره على طول. في نفس القصه عامله للاطفال برضو، بجيب الحاجات الخفيفه بحيث ان انا كل اسبوع بغير لهم في الشتاء. لكن المفارش التقيله زي مفارش الشتوى دي بتحطيها بتقعد معاكي بالشهر ولا حاجه قبل ما تغيريه، فما بحبهاش بصراحه ان انا افضل احطها على طول، بحب ان انا اغيرها. قلت بقى خلاص جه ميعاد الغدا، قلت ادخل بقى اجهز غدا عشان ما نتوهش بقى في النص والاولاد يتوهوا في الغدا وكده. مطلع عندي صدور فراخ، ما حبش نعمل بقى دقيق وبيض وبقسماط واقلي، لا قلت اعملها كده سريعه، تتبيله بالبهارات الناعمه، يعني توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، كلها كده حاجات ما عملتش بصل وتوم اللي هو فريش، لا حاجات باودر مع اعشاب عطريه زي ما انتم شايفين. هتشوف الروزماري هو الموجود او ظاهر معانا، تبلته كده سريعا، كنت حاطه معاه صويا صوص، وفتص على النار كده اللي هي شبه الجريل عشان تعلم معايا كده وتكون عاليه، وبحط شويه زيت صغيرين جدا، قلت بدل ما اعمل في زيت كتير اللي هو القلي انتوا عارفين، يعني بحاول اخف شويه. وممكن تدخليها في الفرن، بس انا عشان الوقت عملتها كده في الطاسه وبتستوي على طول، انتوا عارفين الصدور بتبقى رقيقه وما بتاخدش معاك اي وقت. دي بواقي الصوص اللي باقيه، الصويا صوص بتديها طعم كده تحس ان هو لازق لحد ما، واللون حلو جدا، بتاخد معايا كده صدمه من الجهتين والشكل الحلو، وبعد كده ما بتاخدش معايا ثواني، يعني يمكن المكرونه استوت قبل الفراخ الفليه. بس كنت بسلق اهو مكرونه الناحيه الثانيه من الطويله، هما بحبوها جدا، سلقتها. وبصوا غدا سريع جدا، صدور الفراخ الفليه من غير التتبيله الثانيه، والمكرونه بالصلصه الحمراء، وعملت شويه طحينه وطلعت مخلل من اللي احنا عاملينه البيتي. وبالهنا والشفاء، غدا سريع وسهل وبسيط، وتغيير برضو، تغيير عن طعم الفراخ التاني. جينا بقى بعد كده يا جماعة ارتحنا بقى شوية وخدنا هدنة، جيت بقى مسكت اولادي كده قعدنا احنا وهم، بدأنا ان احنا نفنط الكتب بتاعتهم والكراريس بتاعت الترم الاول واللي احنا هنشتغل بها الترم التاني. يعني الكراريس القديمة خلاص اللي مش تنفع ان احنا نستخدمها تاني خلاص، الحاجات اللي بتبقى فيها متبقية ما بخلهمش يرموها، يعني لو كشاكيل وكراريس استخدمها الترم الاول مش هينفع يستخدمها الترم التاني، ولكن لسه فيها ورق بعمل ايه؟ بخليها لهم يحلوا فيها، يكتبوا فيها، يتعلموا فيها، فاهمني؟ هما بيحبوا يشخبطوا كتير ساعات، فبدل ما يشخبطوا في حاجات جديدة بدهم يشخبطوا في الحاجات القديمة. والكتب بتاعت الترم الاول ركناها تمام، هنركنها بس مش هنتخلص منها دلوقتي، نخليها للترم ما يخلص الترم كله بمشيئة الله كده، وينجحوا وربنا يوفقهم وينجحهم يا رب ويطلعهم الاوائل. فبنركنهم على يمه خالص، ونطلع كل اللي احنا هنزله دلوقتي الحاجات الترم التاني، بحيث الملخصات بتاعتهم بداوا يشتغلوا فيها، ولما يستلموا بقى كتب الترم التاني ونجهز لهم بقى الكشاكيل، يعني بتعرفي راسك من رجلك بقى هم عايزين كام كراسه جديده، كام كشكول، جهز لهم حاجتهم بحيث الشنط ان شاء الله ما تنشف تاني يوم، نبدا نحط لهم فيهم كراريسهم الجديده ونظبط لهم الدنيا عشان ما نتلبكش. ده كان فيديو النهارده للروتيني النهارده، بتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم واكون ضيفه خفيفه عليكم، ولو استفدتي ولو بجزء بسيط دوسيلي على لايك وقولي لي رايك في الكومنت. بحبكم في الله، اشوفكم على خير بفيديو جديد، سلام عليكم.